باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة محبة رب المجد يسوع معاكم أيها الأحباء المباركين. استكمل معكم ما بدأناه بالأمس عن سر مسحة المرضى واحتياجنا إن احنا نلجأ إليه ونلجأ إلى الله قبل أن نلجأ إلى الطبيب. نطلب من الله زي ما بقولت امبارح، مش شرط ان في كل مرض هنادي ابونا عشان يعمل سر مسحة المرضى. وكمان احب ان اشير في رسالة اليوم انه بعض الناس فهموا سر مسحة المرضى كروتين كعادة، وخاصة في ايام الصوم الكبير أبونا لازم يجي يعمل لنا سر مسحة المرضى. أنا تكلمت عن هذا الأمر قبل كده عن سر مسحة المرضى، أرجو إن احنا نلجأ إليه أو نرجع إلى هذه العظة إنه ليس هو روتين ولا هو عادة ولا لازم في الصوم الكبير إن أنا أعمل سر مسحة المرضى. لا، سر مسحة المرضى مرتبط بحاجة واحدة بس: أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة. غير كده أقول سر حيكون بلا فاعلية أساسية وبلا فاعلية روحية. أحبائي، استكمالا للأمثلة، أنا مبارح حديت مثل واحد وهو عن آسى ملك يهوذا يوم ربنا غضب عليه وأعطاه لأنه في مرضه لم يطلب الرب الأطباء. تعالوا نشوف مثال آخر اليوم استكمالا: المرأة نازفة الدم 12 سنة مصابة بالمرض. يقول عنها في إنجيل معلمنا مرقس البشير أصحاح 5 وعدد 26: استعملت كل الوسائل عشان تشفى من دائها. يقول كده بل تقول للسيد المسيح بل تقل يقول عنها الكتاب المقدس آسف بل قد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردأ. قلنا مبارح الأمراض النفسية والجسدية والروحية حتى لو مشينا للطبيب وما عندناش إيمان بالمسيح، آسف أقول ومع احترامنا لكل الأطباء وكرامة الأطباء اللي مذكورة في الكتاب المقدس ما قلناش حاجة، بس إيماننا ليس في الطبيب ولا في الأدوية ولكن إيماننا في الطبيب الشافي. يقول كده بالرغم من أن ده كله تألمت كثيرا والنتيجة لم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردأ. ولعل كثيرين مننا ربنا يديهم نعمة الشفاء مروا بهذه الأمور، قدر ما الدكتور يشوف المرض وقدر ما الدكتور يحاول يعالج ما فيش. لكن أقول لحكمة تارك الله في شفاء هذا الإنسان. لكن المرأة نازفة الدم دي لما تقدمت للرب يسوع بإيمان بصالة كده بص السيد المسيح كده لتلاميذه وقال لهم كده إيه في حد لمسني. قالوا له إزاي ما الجموع حواليه كلها؟ قال لهم لا، في قوة خرجت مني. كان عندها إيمان وثقة إني لو مسست هد بثوبه فإني إيه أشفى. فإن السيد المسيح قال له كده إيه اذهبي يا ابنة إيمانك قد شفاك. عشان كده لابد إن احنا نثق يا أحبائي بمواعيد الله. لعلنا محتاجين إن احنا نخضع ونطيع أوامره. اللي موسى صلى لأجل أخته، قلنا أخته مريم أصاب البرص بسبب أنها تكلمت على أخوها موسى، فاكرين الرسالة دي؟ هو هنا موسى اتكل على وعد الله أني أنا الرب شافيك في خروج 15، اتكل وقال له كده صلى موسى وقال كده اللهم اشفيها، وفعلا شفيت مريم من البرص. أنا عايز أقول أوحش من كده يا أحبائي، يحمينا ربنا، الأطباء مقدور عليهم، لكن إيه رأيك في أنه يلجأ البعض إلى السحرة والمنجمين وبتوع الفنجان وبتوع اللي بيعملوا الحجاب، عارفين يعملوا حجاب كده صغير يقول لك كده ايه، يمشي للمنجمين وللسحر يقول لك ايه انت معمول لك عمل والعمل ده مش هيطلع الا بعمل تاني، يعمل لك ايه، اعمل لك حجاب، جيب لي ايه ومجيب لي ايه وانا اعمل لك حجاب. يا
الإنسان عايز يغلب الشر بالشر، عايز يطلع العمل ودي من عمل الشيطان، عايز يطلعه بحجاب اللي هو أيضا من عمل الشيطان. يقول كده كده الكتاب المقدس إيه، أعمى يقود أعمى وكلاهما إيه يسقطان. أقول لك لا، أنا مش هتكلم بس على الناحية العملية العالمية، آسف، ده أنا هجيب لك آيات من الكتاب المقدس وأقول لكل إنسان اصحى النهاردة، اصحى واوعى تلجأ لكل هذه الأعمال الشيطانية. يقول في اوعى تلتفت للأمور دي في سفر اللاويين أصحاح 19 وعدد 31، يقول لنا كده: لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع، اللي هم المنجمين، اللي هم السحرة، اللي هم بيجروا الكف، واللي هم بيجروا الودع، واللي هم بيجروا الفناجين، دول كلهم لا تلتفتوا إلى الجان، ده كل تبع الشيطان، ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، يقول أنا الرب إلهكم. اوعى تمشي الحتة زي كده، لأن فيها إهانة لمسيحنا القدوس، إهانة لله. في سفر التثنية أصحاح 18 وعدد 10 إلى عدد 12 يقول لك كده: لأن كل من يفعل ذلك هو مكروه عند الرب. الناس اللي بتاخد الأمور دي بضحك وونسة وهزار، ونقول لك نمشي نشرب فنجان قهوة مع فلانة عشان هي بتعرف تقرا لنا الفنجان بعد ما نخلص القهوة، ونقضي قعدة حلوة كده، كل هذا، كل من يفعل ذلك هو مكروه. عارف يعني ايه مكروه؟ يعني انت بحط نفسك في عداوة امام الله، مكروه عند الرب. عشان كده ليكن لينا النهاردة يا احبائي الايمان بالله مرة اخرى، هو الطبيب الشافي، انا هو الرب الشافي. الايمان بالله اللي يقول لنا كده امن فقط فهي تشفى، وكلمة فقط هنا بيقول للإنسان اللي لسه ملهوش هذا الإيمان، إنما إحنا نؤمن وبعد كده نعمل. آمن فقط فهي تشفى، وده قال ربنا لمين؟ لصاحب المجمع اللي هو بنته كانت مطروحة في المرض، قال لك كده آمن فقط فهي تشفى، وبالتالي تتم معجزات الشفاء إما بواسطة شفاعة القديسين أو إما بسماح من الله وإعطاء هذه البركة وهذه الموهبة بصلاة آبائنا الكهنة. ممكن الله يعطينا. نسمع عن قديسنا العظيم البابا كيرلس السادس، كم من الأمراض اللي أعطاه الله إنه هو بصلاته يشفى الإنسان المريض، حتى وإن سمح الله في بعض الأحيان كان هو عنده مرض، زي قلنا معلمنا بولس الرسول أعطيته شوكة في الجسد لكن العصائب اللي كان بيحطها على عينه كانت بتشفي الأمراض. هكذا أيضا قديسنا العظيم البابا كيرلس. ولا حصر لكل قديسين، النهار امبارح أو الأسبوع اللي فات احتفلنا بقديسين عظام، قديس الأمير تدرس الشطبي، قديسة مارينا الشهيدة، قديس أبا نوب النهيسي، كل هؤلاء القديسين. يعوزنا الوقت يا أحبائي نحن نتكلم عن معجزات القديسين، لكن أختم رسالتي النهاردة بهي: آمن فهي تشفى، آمن بالله فهو يعطيك النعمة والشفاء. آمن وقل له كده: أؤمن يا سيد بس أعن ضعف إيماني، إن ضعف إيماني، أو أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني حتى وإن كنت لم أمن. بكرة رسالتنا بنعمة المسيح يا أحبائي استكمالا لسر مسحة المرضى. الله يعطينا هذه الرسالة ممسوحة بروحه القدوس حتى نعود ونرجع إليه بكل قلوبنا، زي ما قال كده
ارجعوا إلي فأرجع إليكم. أقول مرة أخرى في أرمية 17: ملعون من يتكل على زراع بشر، طوبى للرجل المتكل على الرب. اشفيني يا ربي فأشفى، اسندني يا ربي فأخلص. وفي أرمية 31: توبني يا ربي فأتوب لك. كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.